حمّل مجلس النواب كل الأطراف المعنية وخاصة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث في قطاع غزة وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي يحقن دماء المدنيين. وأعلن عدد من الأحزاب السياسية دعمها للموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في غزة مستنكرين الإصرار الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية. جهود لا تتوقف ودعم غير محدود قدمته مصر للقضيه الفلسطينيه منذ اللحظه الاولى وحتى الان في ظل ايمان القاهره بعداله القضيه والثقه الشعبيه والرسميه في القياده السياسيه وحسن تعاملها مع الموقف التحركات المصريه حظيت بتاييد رسمي وشعبي واسع النطاق فعلى الصعيد الرسمي اشاد مجلس النواب بالدور المصري منذ اندلاع الاحداث وحتى اللحظه في المساعي الرامية الى السلام وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظه واحده رغم ما يواجهها من صعوبات. معربا على لسان رئيسه المستشار الدكتور حنفي جبالي عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني. إن مجلس النواب المصري يشيد بالدور المصري منذ اندلاع الاحداث وحتى اللحظه التي احدثكم فيها الان في هذه المساعي الراميه الى السلام وحقن الدماء والتي لم تتوقف للحظه واحده رغم ما يواجهها من صعوبات ومجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابته التي يخطوها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه. وكذلك كان للاحزاب والقوى السياسيه موقف واضح بدعم وتاييد الدور والتحركات المصريه لدعم القضيه الفلسطينيه وسعيها الدؤوب لوقف اطلاق النار والعمل على ترسيخ السلام الشامل. ومن جانبه وفي اول بيان رسمي له طالب اتحاد القبائل العربيه المجتمع الدولي بضروره الضغط على اسرائيل. للتوقف عن هذا العدوان والاستجابه للجهود المصريه الراميه الى تحقيق الهدنه، وهو ما يعكس انه جزء لا يتجزا من الدوله المصريه، ويؤكد كذلك دعمه لتحركات مصر بما يحفظ امنها واستقرارها. وعلى الصعيد الشعبي، اكد المواطنون في مختلف المحافظات دعمهم للدوله وللرئيس السيسي في كل التحركات التي من شانها انهاء الازمه الحاليه، ومنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية بجانب الحفاظ على أمن مصر واستقرارها دور مهم جدا حتى العريش برضو وأهالي سينا كانوا بيستقبلوا الناس بمنتهى الحب وبمنتهى أن احنا يعني كلنا إيد واحدة كلنا ساعدنا بعض شيء محسوب لمصر ومشكور طبعا السيد الرئيس على كل الدعم وكل المساعدات اللي هو بيقدمها وواقف طبعا مع القضية الفلسطينية تاريخ يشهد منذ سنة 1948 وما تقوم به الدولة المصرية وما قامت بالعديد من التضحيات والدماء التي تسالت في حرب 48 وفي حرب 67 وفي حرب 73 وما زالت يعني الدولة المصرية داعمة للقضية الفلسطينية مصر بتقدم يعني الواجب اللي عليها بدون أي كلام وبدون أي تحفظ وإحنا ما بنخشش من حد حاجة إحنا بنعمل اللي يرضي ضميرنا من ناحية إخواتنا دي إخواتنا ودي دمنا هو دعم وثقه رسميه وشعبيه من مختلف فئات المجتمع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك الثقه الكامله في القياده السياسيه وكيفيه تعاملها مع اداره الازمه الحاليه وحفظها لامن واستقرار البلاد